سمع الاخوات، سمع المضاربه، نزل قال لك بيت نشوف، نزل لقى عباد الله في المخزن، هو قاعد يرد في عباد الله عاد المخزن بالدار. هذاك نزل من الطوموبيل، نزل ديريكت عاطيه بظهره، تيرد تلاف عباد الله. هو شير ثلاثه القرطاسات، الاولى الثانيه الثالثه، جات ليه في ظهره، جات قلبه طاح السيد، تيقول امي امي امي، ما كاينه لا خساره، مخزن ما تضرب، لا سلطه تضربات، لا والو. هادشي تنطلبو، تنطلبو بحق هذاك الدري، الله يرحم والدين وعاش الملك. تسمع المخزن، المخزن مشى تيجري تيجري، قول لقى الفوضه تما نايضه تحت الحجر، تيقول لهم زقاو زقاو، واه زقاو راه المخزن، راه المخزن زقاو، راه المخزن. هو يعطيه قرطا صاد ظهره، وطالع حلوه، ماشي زعما وطالع حلوه. شوف بنيتي، ها هي شتي القرطاسة، هادي راه ديال الدهر، ها هي راه في الدهر وخرجت من هنا. وراه السيد، وراه السيد، شتيها انت يلا عشقت عليه، يدخل عليا باقي العطر ديالو. ما بالي دابا انا تنقول كتاني تنفقدو بين هو اللي طيح معايا، هو اللي معاوني بالزمان، هو اللي معاوني خوتو، ومعاوني بهاد اليتامى. الله يرحمو، الله يوسع عليه، الله يرحمو، الله يرضي عليه. تنفرشو برضا ونغطي برضا، عمر الجيران. ها هو الا عمر سمع الجيران، سمعو منو شي كلمة تلعب، الا بغيتي نجيبهم لك بنتي تسمعي بودني، عمرو ما بيه لا سوسة ولا غبار. ها هما الجيران بقا لك، ها هما مشاو معايا نيت دروكا لهاد الرحلة اللي درنا الدورة، راه مشاو معايا جيراني وكل شيء. راه كون شتي نهار اللي مات، راه تبارك الله داك الشيء اللي مشى معاه بنيتي، راه محشر ديال البنادم اللي مشى معاه. قال لي دوك يقول لك شكون هادو، قال لي داك اللي مقتول بالقرط. يا مسكين الله، والله يا بنيتي انا ما تدز يا من كرشي قاسها، من بالله ما تدز يا، تندير ديك لا مالا وندير لها بين هذاك هو كتفي، هذاك هضره بك يا بنتي، هذاك هو عينيا، وهذيك هي صحتي، هذاك الولد اللي معاوني في الزمن. شكون اللي بيعاوني؟ شكون اللي بيدخل عليا؟ إلا قلت لك بنيتي واحد من لقاني معاك إلا 130 اللي تتسرني في هذا الطوق، وما كانش القدر عندي ديك البركة اللي تنجيبو، تنفرقو ونقعد ناكلوها مع الدراري اللي بغاو. هادي تتقرا في المدرسة، فهاد الكتاب تنشري لها، فهاد السلو تنشري لها، أختو الأخرى تا هي تنشري لهم اللي خصهم، تنتي لها ديال واحد المدرسة، ونهار الأخرى نتي على المدرسة، وهانتي تتشوفي تا تيسامع القتل. تقدر هانتي حالتي تتشوف كون هي باقا عندي الجهد باش نخدم، كون هي باقا عندي الصحة باش نخدم، ما بقات عندي الصحة بنيتي. لا إله إلا الله، والله يرحم، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمة، والله وما عندوش الحق باش يضربوه، وما عندوش الحق. وأنا بغيتهم يخلصوا لي دم وجهي، دم وجهي ولدي اللي تهموا لي بعد التهمة، راني ما نسمح لهم. ما عندهمش حق باش يتيروا في الولد الصغير، يلا عنده 20 سنة وخصو بحياته وضيعوا بحياته، وخصو وضيعوا له خوتو، وخوتو الأخ الولد اللي تاعهم خويا في الحبس، وضيعوا حياته وخصو هكاك حياته، وهكاك ضيعوا حياته. أنا خالته وضيعنا في هذاك الولد هكاك، يلا عنده 20 سنة ويلا تزوج، شو ما يديروا شي هكا يديروا ليه، هذو التزات اللي بيديروا ليه، هذي حسنة باش اللي بيعطيو، هذي الأجل اللي بيديروا لي اللي كان المخزن اللي تيروا فيه، هادي الحسن اللي بيتو منهم، عيب اللي يديروا لهاد الولد. وباقي الساعيات باقي دعينا عليه، راه السيف وحز هذا، راه الحمى بيسريها، الحمى بيسريها.